ايه يا فريوي استاذه جامعيه في اداره الاعمال هكا ولا استاذه في اداره الاعمال. مرحبا مرحبا. دونك انا سعيده علاش لانه يبدو لي وصحح لي كان غلطه انه الرهان الاكبر بالنسبه للاعوام الجايه في تونس هو اقتصادي بالاساس، ويبدو لي ايضا وانه على مستوى الرؤيه وعلى مستوى الاستراتيجيه وعلى مستوى سياسه الدوله يبدو وانه الحلول ما زالت ماهيش واضحه بالشكل الكافي. دونك اليوم معك باش نشوفوا واحده من الحلول اللي تنجم تقترحها علينا. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، نشكرك على الدعوه هذه ونشكرك كذلك على الاهتمام بالموضوع الاقتصادي. احنا صحيح كتوانسه قاعدين نشوفوا انه الجدل الاقتصادي هو سيت اون بريوريتي، مي مالوروزمون مانيش متوافقين على التشخيص. برشا الناس يقولوا تونس مشكلتها نوعا ما الاداء الاقتصادي، تونس مشكلتها انه ما فماش تشغيل للكفاءات للجامعين، لكن انا قاعده نشوف انه المشكل مرتبط اساسا بالحوكمه، الحوكمه الرشيده، مش معناها اي نوع نتاع حكم معناها عام، ولكن لازمنا نعتمدوا حوكمه رشيده. معنى حوكمه رشيده شنو نقصده؟ هو فما اختلاف على تفسير المفهوم هذا، ولكن النظره التوافقيه انه الحوكمه هي انك تشرك جميع اصحاب المصالح المرتبطين بالعمل ليكزيرسيس ايكونوميك، سكون ابيل افيك لي ستيك هولدرز، اصحاب المصالح. يعني ليكزيرسيس ايكونوميك تلقى فيه الحريف، تلقى فيه المزود، تلقى فيه المستثمرين لي زاكسيونير، تلقى فيه زيد المؤسسات البنكيه الدوليه ولا المحليه، تلقى فيه الدوله، وكذلك تلقى فيه وحدات البحث والتطوير العلمي. دونك اللي فهمتوا هي انه هي حاجه تشاركيه بيان سور كتعريف باغ ديفينيسيون بيان سور سي لو كونسنسوس. عليه خاطر وقت الانسان يبدا يخدم على مصلحته الخاصه ساعات ما يشوفش المصلحه العامه. الدراسات اثبتت وحتى مفهوم الحكمه اثبت انه المصلحه العامه هي انك تلبي مصالح الجميع. دونك انا كحريف كي باش تقدم لي احسن بري، احسن كاليتي، احسن ديلي دو ليفريزون، انا كمزود كفورنيسور باش تخلصني في الاجيل، باش تحترم البلانيفيكاسيون فينونسيير نتاعي، انا الدوله باش تعطيني لامبو نتاعي، انا كمجتمع مدني زاده باش تكون عندك الاصغاء ليا وتحترمني وتحترم اني نكون فورس دو بروبوزيسيون. اكيد هذا باش يؤدي انه يكون فما تناغم، واكيد باش يؤدي لخلق الثروه. كيف كيف فما نقطه نحب نحكي عليها ايناس من فضلك، انه تونس توا لازمنا نكون واعيين انه لازمنا نخلقوا سلم تفاضلي لخلق الثروه، ونخليو الناس لا ريبارتيسيون دو لا ريشيس تصير اون فونكسيون دو لا بارتيسيباسيون، انا شنو هي مساهمتي واعطيني حصتي من الانتاج. الحلول انه تنجم تكون في العهده الجايه البرلمانيه بالنسبه لسياسه تونس تنجم تكون من خلال الحوكمه الرشيده، كاليوم معناها دعوه بالمنبر هذايا للسياسيين للحكومه انه يهتموا بالشان هذايا ويعطيوه قدر كبير من الاولويه والاهميه. اليوم هذايا منبر اعلامي معناها عمومي نستغلوه باش نعطيو نداء للسياسيين، ارسيوا الثقه، ارسيوا الامل، اخزروا لشباب تونس انهم فريمون يستحقوا انهم يعيشوا في بلادهم. انا استاذه قري في العديد من الطلبه، وقلبي يوجعني برشا كي الطلبه نتاعي يقولوا لي مدام رانا قاعدين نبحثوا عن شغل البر، قل لهم لي اقعدوا في بلادكم، فما خدمه هوني، فما ثروه هوني، مي نداء عاجل للسياسيين انهم يشاركونا، يشاركوا الكفاءات، يشاركوا الشباب، ويهتموا اكثر بكامل اصحاب المصالح والفاعلين الاقتصاديين. انا نختم معك بسؤال، يعني بانك انت تفهم وتفقه في الشان الاقتصادي، في نظرك انت وقتاش نجموا نحسوا فما اميليوراسيون، فما تحسن، فما بوادر انفراج للأزمة اللي نعيشوها توا الراهنة الاقتصادية ديما؟ هو لو ترمومتر جينيرالمون يكون مرتبط بالاسعار. التونسي يقول لك انا قفتي اسكو المقدره الشرائيه نتاعي تحسنت والا لا. صحيح فما برشا رهانات اقليميه جهويه وطنيه، هذا المؤشر الاول بالنسبه للتونسي، النقطه الاولى نتاعو هو قفته. مهما كانت الطبقه الاجتماعيه يقول لك انا قدرتي الشرائيه توا 10 سنين ديبا، فما زيد حريه وديمقراطيه، لكن لو كو ايكونوميك اكل كو لا ديموكراسي. دونك نحاولوا نلقاو ان كونسنسوس. صحيح بلاد حريات ديمقراطيه، ولكن في نفس الوقت بلاد قويه مستقله عندها قيمه بين الامم، وخاصه انه تونس هذه ماهوش كلام نظري، احنا عندنا القدرات، لكن ينقصنا شويه الاصغاء، ان نلموا القوى والطوائف الكل ونحكيوا بطريقه عقلانيه. طيب انا باش نقول لك شكرا ليك الحقيقه، لانه معاك ومع برشا ضيوف باش يتالوا على الفقره هذه باش نحاولوا الحقيقه ان نعطيو رؤى ونحاول شويه نعطيو الامل في غدوه كيفاش نجموا نخرجوا من الوضعيه الخانقه هذه. شكرا ليك ايا الفريوي، كنت اكثر من سعيده بحضورك معنا الحقيقه، نورتنا.